السلام عليكم. إن شاء الله هنبدأ مع بعض في مادة الحاسب الآلي. هنقول بس دلوقتي مجموعة التوبكس اللي احنا هنتكلم عليها إن شاء الله الترم بتاعنا. هناخد مقدمة عن الكمبيوتر سيستم، مكونات الحاسب المادية أو الكمبيوتر هاردوير، الكمبيوتر سوفت وير الجزء الثاني من مكونات الكمبيوتر. هنشوف إزاي بنتعامل مع الفايلز داخل ويندوز 10. هنتكلم على مايكروسوفت وورد ومايكروسوفت اكسس ومايكروسوفت باوربوينت. الثلاث برامج الاخاره دول برامج مهمه جدا، لابد ان احنا نبقى عارفينهم كويس عشان لما نتعامل معاهم، او لو هكتب ريبورت او هتعامل مثلا هعمل اعداد لعرض معين لابد اعرف اتعامل معاه. ودلوقتي خلونا بس نبدا مع الكمبيوتر، وما هو الكمبيوتر ومميزات الحاسب الآلي والأجيال اللي مر بها الحاسب الآلي والحاجات دي كلها. لما دلوقتي حد يسألني ويقول لي إيه هو الكمبيوتر؟ الكمبيوتر هو عبارة عن جهاز إلكتروني. الجهاز الإلكتروني ده بيشتغل من خلال بعض الانستراكشنز اللي اليوزر اللي زي حالاتي واللي زي حالاتك بيديهوله. الانستراكشنز دي بياخدها كما لو كانت انبوتس، انت بتدخل صوت، بتدخل حاجه من الكيبورد، بتدخل حاجه من الميكروفون، بتدخل حاجه من اي نوع من انواع المدخلات. زي ما هنشوف الانبوت ديفايسز اللي انا بدخل عليها الانبوتس بتاعتي، الكمبيوتر بياخد الانبوت ده يعمل عليه ما يسمى بمعالجة هذه البيانات، أو بنسميها داتا بروسيس. بيبروسيس هذه الداتا أو بيعالج هذه البيانات طبقا لمجموعة من الرولز المحددة اللي الناس مديها له. والله الرولز دي قد تكون أنا بدخل حاجة من الكيبورد، أو قد تكون أنا بدي بعض الأوامر عن طريق البرمجة، أنا ببرمجه يعمل حاجة معينة. وبالتالي بعد ما يعالج هذه البيانات هيديني الاوتبوت، هيديني الخارج. الخارج ده ممكن اطلعه على اوتبوت ديفايس، يعني جهاز اطلع بيه الخارج، زي ما بنشوف كده مثلا الاوتبوت بورتس اللي هي موجوده عندنا في اللابتوب او في الكمبيوتر بتاعنا بيطلع عليها الخارج. ممكن اطلع الخارج على برينتر، اطلع الخارج على سكانر، اطلع الخارج على بلوتر، ايا كان يعني. وقد يكون بعد ما يعمل معالجة لهذه البيانات يروح يسجلها عنده في الهارد ديسك عشان يعمل عليها فارسر موديفيكيشن، أو هيحتاجها بعد كده عشان خاطر يعمل عليها مجموعة معالجة تانية، مش إن هو فقط بعد ما بيعالج هيرميها ويطلعها بره على كده. لا، ده ممكن بعد ما يعمل المعالجة لهذه الانستراكشنز اللي أخدها من الانبوت بيضطر يخزنها عنده تاني لسبب ما. مثلا انا حاطط الكمبيوتر ده في تطبيق، مثلا زي تطبيق مثلا ممكن بتحكم في صاروخ ولا حاجه، وبالتالي الصاروخ عمال يجمع بيانات بيبعتها للكمبيوتر يعمل عليها معالجه وبيخزنها عنده، لان هيحتاج البيانات دي تاني عشان يعمل عليها كالكوليشن تانيه او كمبيوتيشن تانيه. يبقى هو عباره عن جهاز الكتروني بياخد انبوت من اليوزر اللي زي حالاتي واللي زي حالاتك، بيعمل عليه مجموعة معالجة، وبعد كده يطلع الخارج أو يخزن هذه البيانات عنده تاني. ده بالنسبة لتعريف الكمبيوتر. قال لك خد بالك، الكمبيوتر ده له مجموعة من الوظائف. ما هي الفانكشنز المختلفة للكمبيوتر؟ قال لي أول حاجة إن هو بياخد الانبوت من اليوزر، يعمل عليه مجموعة المعالجة بتاعته طبقا للسبيسيفيك رول اللي أنت مديها له، وبعد ما يعمل معالجه والله يا اما يطلع الخارج يا اما يستور هذه البيانات عنده تاني في الميموري عشان هيحتاجها يعمل عليها معالجه في وقت تاني بعد كده. طبقا لمجموعه من الكنترولز، والله انا مين هيطلع، مين هياخد الانبوت من اليوزر، مين هيخرج الاوتبوت، مين هيستور الداتا في الميموري، مين هيرجع الداتا تاني من الميموري. دي بنسميها كنترول، بتبقى عن طريق هاردوير يونت في الكمبيوتر بنسميها مثلا الكنترول يونت. دي اللي بتقول لي انا هجيب داتا من الميموري، هخرج داتا على الاوتبوت،
هاخد داتا من الميموري او هاخد داتا من الانبوت. دي مجموعه الفانكشنز اللي بيعملها الكمبيوتر بتاعي، بيستلم الانبوت من اليوزر يعمل عليه معالجه لهذه البيانات، بعد كده يا اما يخرج الداتا على الاوتبوت يا اما يخزن هذه البيانات عنده تاني في الميموري او في الهارد ديسك. تبقى لي مجموعه من الكنترولز، هو اللي بيقول امتى اخد داتا من الانبوت، امتى اخرج من على الاوتبوت، امتى اخد من الميموري او امتى اخزن فيها. كويس جدا. طيب ما هي الخصائص المختلفه للكمبيوتر؟ ما هي الكاركترستكس بتاع الكمبيوتر بتاعي؟ قال لي الناس ليه اصلا راحت للكمبيوتر؟ الناس راحت للكمبيوتر عشان خاطر سرعته عاليه، دقته عاليه جدا، بيستحمل او بيشتغل عندي كتير جدا، وهو ذكي جدا، والكابابيلتي بتاعت الاستور بتاعته كبيره جدا. يبقى هو ذكي، ماهر في الشغل بتاعه، ديليجنس، بيستور هيوج اماونت اوف داتا. بعد كده الفيلستاليتي، بيقدر يشتغل من غير اي ملل ومن غير اي حاجه، بيشتغل لمده كبيره جدا جدا جدا، وبقدر اعتمد عليه في جميع التطبيقات بتاعتي. وبالتالي الراجل هيتكلم على كل خاصيه من هذه الخصائص. قال لي السبيد، فالناس راحت للكمبيوتر لانه سريع جدا. الكمبيوتر بيبروسيس الداتا فيري فاست، سريع سريع جدا، حتى الريت بتاعه بيوصل لمليون، بل بليونز اوف انستراكشن بير سكند. ليه؟ عشان كده بيستخدموه في التطبيقات السريعه جدا، الحاجه اللي فيها الداتا كالكوليشن بتبقى عاليه جدا. قال لي زي ايه الكالكوليشن العاليه جدا؟ قال لي والله لو انا عايزه مثلا يديني السالري سليبس بتاع 1000 اوف امبلويز اوف ان اورجنايزيشن، عندي شركه والشركه دي مثلا فيها مليون موظف او اكتر او اقل، مين اللي هيعمل الكالكوليشن ويقول لي مثلا ده مرتب الراجل ده قد كده، ومرتب الراجل ده قد كده، الراجل ده عليه ضرائب قد كده، والراجل ده خد بونص قد كده، مين اللي هيقدر يعمل لي الكالكوليشن الرهيبه دي في وقت صغير جدا جدا ويطلع لي الخارج؟ هو الكمبيوتر. والله لو انا عايز مثلا اشوف الويذر فوركاستنج اللي هي بتريكواير الاناليسيس اوف لارج اماونت اوف داتا، انا عندي التمبريتشر، عندي بريشر، عندي هيوميديتي، عندي حاجات كتيرة جدا جدا، مين اللي يقدر يعمل كالكوليشن ويبدأ بقى يشوف حساباته؟ ده الحرارة قلت، ده الحرارة زادت، ده البريشر زاد، ده البريشر قل، الرطوبة زادت، الرطوبة قليلة. فهو الكمبيوتر زي ما قلت لك، لو أنا عندي طيارة طايرة واللي بيعملها تريسنج هو الكمبيوتر. الطيارة بتجمع هيوج اماونت اوف كمبيوتر تبعت اوف داتا، تبعت للكمبيوتر يعمل داتا كالكوليشن، وبعد كده يبعت لها الكوماند تروح يمين تروح شمال. نفس الحكايه الصواريخ، العربيات الذكيه، التطبيقات على مستوى الاندستري، الاندستري خطوط الانتاج بتبقى فيها داتا كالكوليشن مهوله، بيعمل كالكوليشن لهذا المنتجات اللي ماشيه على الخطوط، ويبدا بقى يشوف ايه المراحل المختلفه للمنتج. مثلا المنتج مثلا محتاج يتغسل، بعد كده يتنشف، بعد كده يدخل يتعبى، ياخد الباركود، اديله الغطا، الحاجات دي. وخصوصا ان المنتج بيبقى ماشي طاير على الخط، وبالتالي محتاج حاجه تعمل لي داتا كالكوليشن بسرعه رهيبه جدا جدا. فاللي بيشتغل ده على مستوى السرعه الكبيره دي هو الكمبيوتر. ودي اول خاصيه من خصائص الكمبيوتر. الخاصيه الثانيه اللي هي الاكيورسي، الكمبيوتر بيديني هاي ديجري اوف اكيورسي، بالتالي بيديني مثلا لغايه 10 ديسمال بليسز. انت متخيل كميه؟ لا، ممكن يديني لغايه 16 ديسمال بليس و32 طبقا للريجسترز بتاعته، وطبقا للكباست بتاع كل ريجستر، عادي جدا. فالاكيورسي بتاعته بتبقى عاليه جدا جدا، ونقدر حتى احنا نلاحظها في التطبيقات المختلفه اللي احنا بنشتغل عليها، بنلاقي الاكيورسي بتاعته حلوه جدا جدا. لو الانبوت اللي انا مديهوله صح، الانستراكشنز اللي انا مدخلها له صح، او الالجوريزمز اللي انا حاططها له صح، بالتالي هلاقي الخد بتاعه مور 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 اكيوريت از كومبيرد للهيومن. كمان ديليجنس، ما بيملش، يعني بيستخدم فور لونجر بيريود اوف تايم. بعض الكمبيوترز في بعض التطبيقات وبعض الشركات بتشتغل مدى الحياه، ما فيش حاجه اسمها تتكسر. يعني مثلا الكمبيوترز اللي هي محطوطه في انظمه الدفاع الجوي شغاله مدى الحياه، ما بتطفيش خالص، وبالتالي does not get tired or fatigue، الكمبيوتر شغال ما بيتعبش طالما هو محطوط في بيئه ملائمه. بيئه مثلا انا عارف ان الكمبيوتر ده مصنوع من حاجه هاردوير،
وبالتالي الهاردوير ده حاجه الكترونكس، وبالتالي الالكترونكس ديت مصنوعه من سيمي كوندكتورز ماتيريال، وبالتالي محتاجه انها تتحط في درجه حراره مناسبه عشان هو بيطلع حراره، ولو كان في درجه حراره مناسبه هلاقي الحراره ديت بقت قليله وما بيحصلش باور كونسامشن، وبالتالي العمر الافتراضي للديفايس هيبقى عالي جدا. بعد كده الاستورج كابابيلتي بيخزن لارج فوليوم اوف داتا اند انفورميشن، ويقدر يرجعها لي تاني لما اطلبها. انا احنا عارفين عندنا شركات عملاقه زي فودافون، زي موبينيل، زي اتصالات، البنوك، البنك الاهلي، البنك مصر، الحاجات دي كلها دي فيها كاستمرز كتيره جدا، عملاء كتيره جدا. هخزن انا البيانات دي فين؟ هخزنها في سجلات؟ مش ممكن. وبالتالي بحط انا بيانات او الداتا بتاعت العملاء بتوعي على سيرفرات كبيره، والسيرفر ده اصلا في الاخير عباره عن كمبيوتر، وبالتالي بلاقي الاستورج كابابيلتي بتاعته توصل ل تيرا بايت، بيتا بايت، زيتا بايت، زي ما انا عايز. بس ما ننساش ان الحاجات دي كلها بتبقى مكلفه عليا، لو انا عايز حاجه المساحه التخزينيه بتاعتها كبيره جدا لازم ادفع في سيرفرات كبيره جدا. قال لي برضو خد بالك، هو الراجل ده فيرستاليتي، يعني الكمبيوتر ده اصلا فيرستايل ان ناتشر او ان نيتشر، ات كان بيرفورم ديفرنت تايب اوف تاسكس. الراجل ده ما بيفرقش معاه اصلا التاسكس اللي هو هيأديها، بيأدي اغراض كتيره جدا جدا. عايز حاجه حسابيه اعمل لك، عايز حاجه منطقيه اعمل لك، عايز حاجات خاصه بالميموري اعمل لك، كود جميع التطبيقات يقدر يشتغل عليها ويديني فيها الريسبونس اللي انا محتاجه. يعني الكمبيوتر عايزه يعد لك تقرير هيدي لك تقرير، في نفس الوقت عايز تشغل فيديو هيشغل فيديو، عايز تشغل اوديو هيشغل اوديو، عايز تشغل برنامج رسم هيشغل. تطبيقات كتيره جدا 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 تقدر او يقدر الكمبيوتر يشتغل عليها، وبالتالي هو واسع جدا بالنسبه لي الشغل عليه. اقدر اشتغل ما فيش ملل، ما في يعني ذكي جدا جدا، وبالتالي بنقدر نعتمد عليه في التطبيقات المختلفه بتاعتنا. بعد كده بقى بندخل على حاجه اسمها الكمبيوتر جنريشن، الاجيال المختلفه للكمبيوتر. عندي اول جيل، طبعا مش هنهتم قوي بالسنوات، سنه 46 ل 58، الجيل الثاني من 59 ل 64 وهنتكلم عليهم بالتفصيل دلوقتي. ده كان جيل خرج اصلا بيزد على حاجات معينه، سواء كان العنصر الالكتروني المستخدم، سواء كانت لغات البرمجه، سواء كان الاوبريتنج سيستم اللي شغال بيه، سواء كان الوقت اللي بياخده عبال اما بيعمل معالجه للبيانات ويخرج لي الداتا. نفس الحكايه كل الاجيال الخمسه دول بيختلفوا باختلاف ما هو العنصر الالكتروني المستخدم، ما هي لغه البرمجه المستخدمه، ما هو الاوبريتنج سيستم المستخدم، ما هو وقت تنفيذ العمليات او الوقت المستخدم عبال ما ياخد الانبوت ويعمل معالجه ويخرج لي الخارج بتاعه. يبقى السكند جنريشن والثيرد جنريشن والفورث جنريشن والفيث جنريشن من هيبدا بقى من اول 84 لغايه اللي احنا الوقت اللي احنا عليه لغايه دلوقتي، لان مع الفورث جنريشن بدا يظهر ما يسمى بالمايكرو بروسيسور والحاجات دي كلها. وطبعا بظهور المايكرو بروسيسور خلاص الدنيا بدات، يعني اتطورت المايكرو بروسيسورز من 4004 لغايه ما وصلنا دلوقتي لغايه 386 اكس. طبعا يعني ايه بنتيوم وبنتيوم 1 و2 و4 وكور 2 ديو دوال كور، كور اي 3، كور اي 5، كور اي 7، اللغات اللي احنا واقفين عليه دلوقتي ايا كان بقى كور اي 7 او كور اي 9 يعني زي ما يكون. وبالتالي انا عندي خمس اجيال هنتكلم عليهم كده بسرعه ونشوف ان شاء الله الفرق بين كل جيل والتاني. اول جيل كان بيعتمد العنصر الالكتروني اللي هو كان بيستخدم كان عباره عن الفاكيوم تيوبس. الفاكيوم تيوبس هي اللي احنا بنسميها الصمامات المفرغه. الصمامات المفرغه ديت كانوا بيستخدموها عشان خاطر امبليفاي الداتا اللي هي جايه له، اللي هنقول عليها دلوقتي اللي هي الزيرو والون، وبيستور هذه البيانات برضو كما لو كانت زيرو او 1. وكان بيعتمد على الماجنتيك درامز، وبالتالي كان هو فيري اكسبنسيف عشان خاطر يشتغل. طالما فيري اكسبنسيف هلاقي الحجم بتاعه كبير، وطالما الحجم كبير هلاقيه بيجنريت او الباور كونسامشن بتاعته الطاقه المفقوده بتاعته بتكون كبيره جدا.
وبالتالي العمر الافتراضي بتاعه بيبقى قليل جدا. يبقى الجيل الاول كان بيعتمد على ما يسمى بالفاكيوم تيوبس، اللي هي الصوره اللي هي قدامنا دي. الفاكيوم تيوبس كانت بتستخدم الماشين لانجوج، اللي هي لغه الكمبيوتر، اللي هي اللوست بروجرامنج لانجوج، اللي احنا بنسميها الزيروهات والوحايد او لغه الكمبيوتر. بطبيعه الحال الفاكيوم تيوبز السايز بتاعها كبير، حجم الديفايس بتاعي بيكون كبير، وبالتالي حجم الديفايس بيتناسب مع الباور كونسامشن او القدره المفقوده من هذا الديفايس، وبالتالي بلاقي العمر الافتراضي بتاعه ايه بقى قليل، لانه بيحتاج حاجات تبرده، لانه بيجنريت ا لوت اوف هيت، بيطلع حراره كتير جدا. استخدم الماشين لانجوج كلغه برمجه، اللي هي لغه الزيرو والواحد يعني. ووقت تنفيذ العمليات كان تقريبا حوالي 10 مايكرو سكند او 1 مايكرو سكند. 1 مايكرو كان لسه الكمبيوتر في بداياته، وكان لسه الوقت تنفيذ الايه وقت تنفيذ العمليات كان بطيء او قليل، كان الوقت كان كبير، وبالتالي السرعه كانت قليله. ظهر الجيل الثاني. الجيل الثاني جه الترانزستور كهاردوير او كالكترونيك ديفايس. الترانزستور لما جه خلاص بقى راح لغى الفاكيوم تيوبس، ودي كانت طفره كبيره جدا جدا في عالم الهاردوير يعني. لما ظهر الترانزستور بدأ بقى لغات البرمجه تظهر معاه. بعضهم استخدم الماشين لانجوج، وناس تانية استخدمت الاسمبلي لانجوج، وبرضه ظهر معاه الهاي ليفل لانجوج زي الفورتران والكوبل والحاجات دي. طبعا الترانزستور هيبقى الحجم بتاعه قليل، قلت لك الحجم بيتناسب مع السرعه، كل ما الحجم قل كل ما السرعه زادت، كل ما سعره بقى ارخص، وبالتالي القدره المفقوده هتبقى قليله. كويس جدا. لكن برضو كان على مستوى الترانزستور لسه العنصر الالكتروني بيفقد بعض الحراره، مفيش مشكله خالص، لانه بعد كده هو هيبدا يتطور اكتر. لكن ده بالنسبه للفاكيوم تيوب كانت نقله، يعني ايه نقله قويه جدا. لكن الميزه كان هو حجمه قليل، سريع، ارخص. وعلى الرغم ان هو كان لسه بيطلع كميه من الحراره اللي هي كانت قليله جدا جدا مقارنه بالجيل الاول بتاع الفاكيوم تيوب. في الجيل الثاني بداوا يستخدموا الاسمبلي لانجوج او حتى الهاي ليفل لانجوج زي الفورتران والكوبل، ما فيش مشكله خالص. بداوا يصنعوا الميموري عن طريق ما يسمى بالبانش كارد فور الانبوت اند برنت اوت فور اوتبوت. الوقت بتاع تنفيذ العمليه كان اقل 100 مره من الاولاني. الاول كان بياخد 1 مايكرو سكند، الجيل الثاني بياخد يعني حوالي تقريبا 1 من 100 نانو سكند، فكان الوقت بقى قليل جدا، عشان كده بقى اسرع بكتير. وبداوا يستخدموا الميموري عشان خاطر يخزنوا عليها الانستراكشنز والديتا اللي هي هياخدها من اليوزر اللي هو بيتعامل مع الكمبيوتر. في الجيل الثالث بداوا بقى يعني ياخدوا شويه ترانزستورز كده ويحطوهم في سيركت واحده سموها انتجريتد سيركت او الدوائر المتكامله. الدوائر المتكامله لما ظهرت بدا التطوير الرهيب يحصل في الكمبيوتر. مع ظهور الدوائر المتكامله بدات تظهر الهاي ليفل لانجوج الاعلى، وبدا الاوبريتنج سيستمز برضه هي كمان تتطور، انظمه التشغيل هي كمان تتطور. تطورت انظمه التشغيل، بدا يظهر انظمه التشغيل اللي احنا عارفينها زي نظام الدوس. وبداوا يصنعوا من هذه الانتجريتد سيركتس يعني فيرجنز كتيره منها. طبعا هي مش مذكوره هنا لكن مش مشكله خالص، حاجه اسمها السمول سكيل والميديوم سكيل والفيري لارج سكيل، حاجات كتيره قوي كده. لكن في الاخير هي اعتمدت على استخدمت الانتجريتد سيركت. اللغه البرمجه بدا يظهر ما يسمى بالاستراكشرد بروجرامنج لانجوج، او لغه البرمجه البنائيه. بدات تتطور الاوبريتنج سيستمز ويظهر اوبريتنج سيستم او نظام تشغيل زي نظام الدوس، بقدر اخزن عليه بليون انستراكشن اوف سكند، او ابروسس او اعالج كمان بليون انستراكشنز بير سكند.
بدأوا يستخدموا حاجات زي الكيبورد والحاجات المونيتور عشان خاطر يعملوا عليها يعني زي نظام انترفيس كده مع الاوبريتنج سيستم، عشان خاطر يبدأ بقى ايه اطلع خارج اخد دخل من انبوت معين من يوزر معين والحاجات دي كلها. وطبعا لما ظهرت الانتجريت سيركت زي ما قلت لك الوقت بقى قليل جدا جدا جدا، السعر بقى ارخص، السرعه بقت اعلى، وبالتالي بقى عندي اويدنس كتير جدا جدا بيستخدموا هذا الديفايس. مع ظهور الجيل الرابع بدأ يظهر ما يسمى بالمايكرو بروسيسور. المايكرو بروسيسور ظهر لأنه لا يعني بدأوا يجمعوا مجموعة كتيرة جدا جدا من الترانزستورز والانتجريت سيركت يحطها جوه عنصر واحد يسموه المايكرو بروسيسور. طبعا بيقول لي بص thousands of integrated circuits were built into a single silicon chip، هو ده المايكرو بروسيسور اللي هو قدامنا بالصورة ده. المايكرو بروسيسور بيجمع مجموعة كبيرة جدا جدا من الترانزستورز من الانتجريت سيركتس داخل تشيباية واحدة او يعني داخل ديفايس واحدة او جهاز واحد اللي احنا بنسميه المايكرو بروسيسور. ده طبعا كان حجمه قليل، سرعته عالية جدا جدا جدا. بدأ يظهر الاوبريتنج سيستمز المختلفة زي نظام الويندوز 85 و87 و90 و92 و95، وبالتالي بدأ يظهر معاه ما يسمى بالجرافيكال يوزر انترفيس اللي هي شاشة الديسك توب اللي احنا بنشوفها قدامنا دي. بدأت تتطور الالجوريزمز بتاعت الذكاء الاصطناعي او الارتفيشال انتليجنس. في تطورات كتيرة، بدأ يظهر ما يسمى بالبارل بروسيسنج، خلاص بقى اللي احنا بنسميها المعالجة الموازية والسوبر كوندكتورز والحاجات ديت اللي هي بتستخدم كتير مع الارتفيشال انتليجنس والحاجات دي كلها. وطبعا من اول الجيل الثالث بدات لغات البرمجه تتطور، استخدموا ما يسمى بالاستراكشرد بروجرامنج لانجوج او لغات البرمجه البنائيه، وظهرت الهاي ليفل لانجوج زي السي والسي بلس بلس والجافا والبايثون واللغات دي كلها. بدات الالجوريزمز بقى تتطور والابلكيشن تتطور او يطوروا الابلكيشن سواء كان على مستوى الاندستري او سواء كان حتى على مستوى التطبيقات العاديه زي الفويس ريكوجنيشن الايمج بروسيسنج. الحاجات دي كلها بدات تدخل في او يدخل الكمبيوتر فيها كاداه، طبعا بتسرع وبتديني دقه عاليه وبتديني كل المميزات بتاعه الكمبيوتر بتاعي. بعد كده بنقول الكمبيوتر اوبريشن، الكمبيوتر بيشتغل ازاي؟ زي ما قلت لك لو انا عندي اعتبرت ان الكمبيوتر يعني بلوك كده قدامي، البلوك ده بيدخل له انبوت او مجموعه الانستراكشنز من اليوزر، البلوك ده بيبدا يملأ لها بعض المعالجه طبقا لمجموعه من الرولز اللي انا مديها له، وبيبدا يطلع الخارج او يستور الداتا تاني عنده في الميموري او في الهارد ديسك يعني طبقا لمجموعه من الاوامر. يبقى هو بيعتمد على خمسه اوبريشنز زي ما قلنا، بياخد الانبوت من اليوزر، بيعمل الداتا كالكوليشن او بيعمل المعالجه بتاعته، بعد ما بيعمل معالجه والله يا اما هيخرج الاوتبوت يا اما هيستور هذه الانفورميشن لحين ان هو يحتاجها تاني طبقا لمجموعه من الكنترول زي ما قلنا. طيب الراجل بدا يتكلم بالتفصيل بقى ما هو الانبوت. قال لي الانبوت ده انا ابدا اجمع المعلومات من البيئه الخارجيه اللي عندي. ما احنا عندنا كمبيوتر قدامنا اهو، الكمبيوتر ده والله فيه كيبورد ادخل له انبوت، في مثلا مايك ادخل له انبوت، في اي نوع من انواع المدخلات او الانبوت انترفيس يعني اللي انا بدخل له فيها الانبوت بتاعي. قد يكون سنسور بيجمع لي بيقرا درجه حراره، قد يكون سنسور بيقرا تمبريتشر او بريشر يعني ايا كان، بيقرا هيوميديتي ايا كان، يعني دي كلها نوع من انواع الانبوت اللي انا بدخلها للكمبيوتر. قال لي يبقى هو دي في الانبوت يبقى هيبدا يجمع هذه البيانات. كويس جدا. يبقى لما يجمع هذه البيانات ايه اللي بيحصل؟ قال لي برضو طبعا هياخدها يعمل عليها معالجه، لكن برضو هو لا زال لسه في الانبوت. قال لي انفورميشن اور داتا ستورد انتو ا كمبيوتر اور ا كمبيوتر ديفايس يوزنج الانبوت ديفايس. مفيش مشكله، ما ده احنا بنقوله، هو هيجمع البيانات من اليوزر اللي زي حالاتي واللي زي حالاتك ويبدا بعد كده يتعامل معاها. بعض الناس بيسموا الانبوت داتا جاذر مانوالي اور اوتوماتيكلي اور بوث، او سواء كان هدخلها له مانوال هدخلها له اوتوماتيك. طب اوتوماتيك مانوال ازاي؟ الكيبورد دي مانوال، المايك ده بدخله مانوال، لكن قد يكون اوتوماتيك.
اوتوماتيك معناها ان مفيش حد من البني ادمين واقف بيدخل له حاجه زي سنسور. انا حاطط سنسور بيقرا مثلا ضوء، بيقرا رطوبه، بيقرا حراره، بيقرا ضغط، بيقرا اي حاجه، الحاجات اللي في العربيات. واحد مثلا بيقرا مثلا مستوى الجاز في التانك، بيقرا مثلا عليه حاجات كثيره جدا. سنسور تاني بيقرا المستوى ليفل بتاع ميه في مجموع في تانك او اي حاجه ايا كان، ده اوتوماتيك. هو وانس ان الميه قلت عند ليفل معين او زادت على ليفل معين، والله ابدا خد الاكشن انت ككمبيوتر. هو ده المعالجه اللي احنا بنقول عليها. قال لي برضو الانبوت اللي هيدخل الكمبيوتر ده قد يكون ديتا، قد يكون بروجرامز، قد يكون كوماندز. ديتا هي الرو فاكتس جيفن تو الكمبيوتر. انا بجمع ديتا، ممكن مثلا ديتا خاصه بمرضى، ديتا خاصه بحاجه في الاندستري، ديتا خاصة بأي تطبيق أنا هشتغل معاه. زي إحنا بنشوف كده مثلا، ما هو أنا لو البرنامج اللي بيصحح لي بابل شيت، ما ده الورق بتاع الطلبة، ده هو الإنبوت. الإنبوت ده جاي منين؟ جاي من فاكتس، فاكتس اللي هي الورقة اللي الطلبة حلت عليها. قد يكون مثلا أنا في الإندستري بشوف حاجة معينة، والله مثلا أنا عندي ديتا مثلا خاصة بمنتج معين، المنتج ده له وصفات معينة، بدخلها للكمبيوتر وبعد كده بيبدا بقى يشوف، لا ده سليم، ده مش سليم، ده صحيح. زي الداتا بتاعت المرضى بالظبط، بدخل له رو داتا جايه من مرضى معينين، وهو بيبدا يقراها، سواء كانت مثلا الداتا دي عباره عن صور او سواء كانت عباره عن ماركس جالي من تحليل معين. ده احنا نسميها رو فاكتس او رو ماتيريال او رو داتا. او ممكن تكون الانبوت ده مجموعه بروجرامز، الناس اللي شغالين في البرمجه، هو عمال يكتب مجموعه من الانستراكشنز عشان خاطر يوجه الكمبيوتر لحاجه معينه. دي انستراكشنز، الناس المبرمجين بيقعدوا يكتبوا انستراكشن، ما ده انبوت انا بدخله الكمبيوتر. او قد اكون كوماند انا برضو بدخله الكمبيوتر. لو انت رحت على الكمبيوتر بتاعك كده وقمت كاتب مثلا سي ام دي، هتلاقي انت ممكن اكتب بقى مجموعه، اعمل مثلا بنج على الكمبيوتر بتاعي، اعمل اي حاجه. هو ده الكوماند. انا بحط كوماند هيعمل لي حاجه معينه، على اساس ابنج على شبكه، ممكن اي بي كونفج مثلا، اقول له اي بي ايه، اي بي كونفج، اقوم مدخل لي على الكونفج. ده كوماند، ما فيش مشكله خالص، كويس جدا. طيب بنقول بعد كده هياخد الانبوت وديه فين؟ هياخد الانبوت يعمل عليه داتا بروسيس. حلو. يعني ايه داتا بروسيس؟ معناها ان هو هيحول هذا الانبوت لاوتبوت معين. هو خد الانبوت، هيعالجه طبقا لمجموعه الرولز اللي انا مديها له. طب كويس جدا. قال لي خد بالك، يبقى انا ممكن ابروسس ان انا ابدا يعني اجري برنامج معين على مجموعه الداتا اللي عندي عشان يديني حاجه معينه. والله انا مدخل له مثلا داتا خاصه بمرضى، طب انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز مثلا يقول لي الراجل ده مصاب، الراجل ده مش مصاب. طب الراجل ده احتمال ان هو يصاب في الوقت الفلاني، ما ده مجموعه بروسيس بتحصل. او قد يكون مثلا شغال في خط انتاج في الاندستري، هيعدل الازاز السليمه ويطلع الازاز المكسوره المرتوشه اللي فيها تراب، الحاجات دي كلها. وبالتالي انا بخلي الكمبيوتر يعني يتبع مجموعه من الاوامر. يعني خلاص، هو الداتا بروسيس هو هيعالج هذه البيانات بطريقه ما. اللي هيعالج هذه البيانات حاجه اسمها مايكرو بروسيسور، او حته جواه اسمها السي بي يو او السنترال بروسيسنج يونت، او وحده معالجه البيانات. الله. طب البيانات دي قد تكون بيانات حسابيه ارثماتيك لوجيك يونت، قد تكون بيانات منطقيه، حاجات خاصه باللوجيك يعني زي الاند والاور والنوت، الحاجات اللي احنا اخذناها في الثانوي. الحاجات الحسابيه ممكن اعمل مثلا اعمل اديشن، اعمل عمليه جمع، اعمل مالتبليكيشن، عمليه ضرب، اعمل كومباريزون ما بين حاجه وحاجه، ما ده الرياضه، الحاجات اللي هي الماثيماتكس اللي احنا عارفينها. قال لي برضو السي بي يو بيتكون من كنترول يونت، يعني دي مكونات السي بي يو. هو للاسف مش مكونات السي بي يو، هي مكونات المايكرو بروسيسور، لان المايكرو بروسيسور نفسه بيتكون من، والله ممكن يتكون من سي بي يو، بيتكون من كنترول يونت، بيتكون من مجموعه من الريجسترز. يبقى دي كلها مكونات الايه؟ مكونات المايكرو بروسيسور. يعني المايكرو بروسيسور واحد فيه سي بي يو، السي بي يو ده اقدر اقول عليه هو الاي ال يو او الاوتوماتيك لوجيك يونت، بيتكون من كنترول يونت،
بيتكون من هاي فريكوانسي كلوك، كل بيطلع لك كلوك، كل انستراكشن بيتنفذ كذا كلوك يعني. وفي كمان حاجه زي ريجسترز، ريجسترز هي ميموري صغيره بيخزن فيها البيانات بطريقه مؤقته، وبعد كده يا اما يطلعها يخزنها في الميموري يا اما يطلعها على الخارج. اما الانبوت اوت فهو ما هوش اطلاقا مكون من مكونات المايكرو بروسيسور او السي بي يو. ده يعني ايه بسرعه كده مكونات المايكرو بروسيسور. مكونات المايكرو بروسيسور سي بي يو، وحده المعالجه المركزيه هو اللي بيقوم بمعالجه البيانات، وبعد كده يا اما يخزنها في الميموري يا اما يخرجها على الاوتبوت ديفايس. في عندي كنترول يونت، دي هي اللي بتكنترول الاوبريشنز اللي بتحصل جوه، هي اللي بتقول ان المايكرو بروسيسور الادرس اللي خارج منه او العنوان اللي خارج منه هيجيب حاجه من الميموري او هيحط حاجه فيها او هيخرج حاجه على الاوتبوت او هياخد حاجه من الانبوت، لان جميع الاجهزه اللي احنا بنتكلم عليها دي متصله كلها على مسار واحد او باص واحد. وبالتالي مين اللي هيقول الادرس او العنوان اللي خارج من المايكرو بروسيسور، بحكم ان هو يعني الاساس في مكونات الحاسب وهو اللي بيؤدي جميع العمليات، العنوان اللي خارج منه ده هيحط حاجه في الميموري او هيجيب حاجه منها او هياخد حاجه من الانبوت او هيخرج حاجه عليها، هو الكنترول يونت دي اللي بتحدد. دي وحده موجوده جوه المايكرو بروسيسور. طبعا الانبوت اول زي ما قلت لكم هو ما هوش اطلاقا مكون من مكونات المايكرو بروسيسور، لا ده هو مكون عادي من مكونات الحاسب ككل. بعد كده الاوتبوت ديفايسز، الاوتبوت ديفايسز ده هو المكون الثالث اللي احنا اتكلمنا عليه. بعد ما بيحصل عمليه المعالجه للبيانات داخل الكمبيوتر بيبدا بقى يخرج الريزلتس دي على احد الايه المخارج اللي هي موجوده عنده. كويس جدا، اهو anything that comes out of a computer زي مثلا الريبورت، الميوزك، الجرافيك، الفيديو كليب. ما انت دلوقتي عايز تخرج حاجه على الكمبيوتر بتعمل ايه؟ والله ممكن تخرج ريبورت لو انت شغال مثلا على برنامج بيطلع ريبورتات زي الوورد بروسيسنج، ممكن ترسم رسمه على برنامج ويظهر لك الرسمه بالاخر كده زي ما انت شايفها، ممكن تسمع حاجه سواء كانت ميوزك او تتفرج على حاجه لو انت شغال على فيديو، تتفرج على فيلم او اي حاجه فيديو يعني ايا كانت، او فيديو تعليمي. طب كويس جدا، ده الايه الخرج اللي انا هخرجه بره. قال لي احد الخرج بتاع الكمبيوتر احد انواعه، فعندي الهارد كابل. والله لو انا هطبع حاجه على برينتر زي ما بيقول لك كده برينتد بيبر اور اذر بيرمننت ميديا، سوفت كابي هطلعها بقى على مثلا حاجه زي الفلاشه او حاجه زي كده، ان برينتد ديجيتال دوكيومنت فايل زي مثلا حاجه هطلعها على فلاشه، ديسبلاي حاجه على سكرين يعني مثلا بتفرج حاجه، بتفرج على فيلم، بسمع مثلا قران، الحاجات دي كلها ده نوع من انواع الخرج برضه. بدا يقسم الاوت لمجموعه من الكاتيجوريز، قال لي والله انت عايز تكست، لو تكست دوكيومنت يبقى ممكن يكون ريبورت، ممكن يكون ليتر، ممكن يكون ميمو. هل انت عايز فيديو يبقى ممكن حاجه جراف مثلا تشارتس، جرافز، بيكتشرز. عايز مالتي ميديا كومبينيشن اوف تكست والجرافيكس والفيديو، دي كلها نوع من انواع الاوتبوت. هو في الاخير حاجه بخرج عليها البيانات. والله البيانات دي لو تكست ماشي، البيانات ديت لو جراف ماشي، البيانات دي لو حاجه خاصه مالتي ميديا مفيش مشكله خالص. طيب انت دلوقتي عملت معالجه للبيانات، طيب هتخرجها؟ ماشي، ممكن تكون مش هتخرجها، انت تعمل لها ستورنج، هتخزنها جوه الكمبيوتر بتاعك. والله يبقى انا هعمل ايه؟ هستور هذه البيانات داخل الكمبيوتر بتاعي وهستدعيها تاني عشان اعمل عليها بعض انواع المعالجه. مفيش مشكله، بس انت مش هتخزنها وخلاص، انت هتخزنها لحين احتياجها. كويس جدا. برضو انا عندي الكابابيلتي تو ستور الانفورميشن افتر بروسيسنج، ما احنا ده اللي بنقول عليه. انا عالجت البيانات، انا محتاج اخزنها عندي على الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر عشان انا محتاجها تاني. كويس جدا. قال لي بستخدم بقى حاجه اخزن عليها بنسميها الاستورج، الاستورج ديفايس. ده جهاز او ديفايس يونت يعني بخزن عليها الداتا بتاعتي، يوز تو ستور البروجرامز اند الداتا. والا والله لو احتجتها تاني عشان اعمل عليها بعض انواع المعالجه ماشي،
ما احتجتهاش فخلاص انا بالنسبه لي مش مشكله خالص. بعد كده الكنترول ما بين الحاجات دي وبعضيها، هي بروسيس اوف داير، يعني بعمل فيها انا بشوف والله السيكونس بتاع الاوبريشن بتاعي هيتم ازاي. زي ما قلت لك هو اللي بيقول انا هجيب حاجه من الميموري او هخرج حاجه او هحط حاجه فيها او هخرج حاجه على الاوت او هاخد حاجه من الانبوت. ده الكنترول اللي بيتم جوه عن طريق ما يسمى بالكنترول يونت، اليونت اللي هي جوه المايكرو بروسيسور اللي بتحكم الحاجات دي كلها. طب كويس جدا، يعني ما هي العلاقه ما بين السوفت وير والهاردوير؟ قال لي خد بالك الهاردوير دي الحاجه الماديه اللي انا بشوفها قدامي، عند مايكرو بروسيسور، عند ميموري، عند هارد ديسك، اي نوع تاني سواء كان انبوت او اوتبوت، يعني زي ما بنشوف قدامنا الكيبورد، الماوس، الحاجات دي كلها. او السوفت وير بقى دي مجموعه الانستراكشنز، مجموعه الاوامر اللي هتكنترول الهاردوير بتاعي. مجموعه الاوامر اللي ايه؟ اللي هتكنترول الهاردوير بتاعي، هي اللي بتل الهاردوير انا عايز اعمل ايه؟ هي اللي هتقول الهاردوير انا عايز اعمل ايه؟ وطبعا يعني في شابتر للسوفت وير وازاي السوفت وير بيكنترول او بيمانج او بيدير يعني الهاردوير المختلفه اللي موجوده عندي في الكمبيوتر، سواء كان مايكرو بروسيسور او ميموري او انبوت اوتبوت او الانتر كونكشن، حتى ازاي السوفت وير بيمانج الحاجات دي كلها. فبقول دي مجموعه من الانستراكشن هي اللي بتقول للهاردوير انت هتعمل ايه، وبالتالي هي بتجايد الهاردوير او بتقول له ما هي مهمتك اللي انت هتنفذها. هنقف لغايه هنا، وان شاء الله المره الجايه نتكلم على البيزك كومبوننت بتاعه الهاردوير.